أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل كان أبو الحسن الأشعري يعتقد أن الإيمان هو المعرفة فقط؟ لا، الإيمان هو المعرفة، هذا عند الجهمية. أبو الحسن الأشعري ليس جهميا، ليس جهميا، وأيضا هو تاب إلى الله وأعلن توبته وأعلن أنه على طريقة الإمام أحمد رحمه الله، أعلن هذا في كتابه، في كتابيه. نعم.